اهلا وسهلا بكم وصحة شربت. كاميرا كاشير بتاعنا اليوم مش كاشي برشا. اليوم خرجنا باش نعملوا انترفيو مع المواطنين باش نسألوهم على تونس. اليوم احنا نمثلوا قناة عربية جات لتونس باش تحكي على تونس، العيشة في تونس، هل العيشة غالية، العيشة رخيصة، هذا الكل نكتشفوه وقت اللي نسألوا المواطنين. لكن شو باش يصير؟ باش نحاولوا نعطيو فلوس للمواطنين ويحاولوا يبدلوا رايهم، يحكيون على تونس ايماج باهية، ينظر المواطنين كي نمدوا لهم فلوس يقبلوا والا لا. تبعونا اليوم، حابين نعملوا تغطية ميدانية نسألوا المواطنين على ظروف العيش في تونس. بالنسبة لك انت، كي نقول لك انا في كلمتين ظروف العيش في تونس، شنو امورها؟ ظروف العيش في تونس توا حاليا في السنوات هذيا ولات صعيبة برشا. اذا نفسروا للسادة المتابعين بتاعنا، السادة المشاهدين في الدول العربية، خاطر المشاهدين بتاعنا اغلبيتهم من دول الخليج، حابين نفسروا يعني قديش الشهرية كي نعطيه احنا المبلغ اللي مواطن يدخله شهري. حسب مدخول شهري لمواطن تونسي متزوج عنده زوج أطفال ما يقلش عن 3000 دينار. قديش لازمك في تونس شهرية باش تعيش عيشة كريمة؟ ما لازمك الشهرية، يزمك 6-7 ملايين بابا. 6-7 ملايين وشوف تاخلة تشوف لي في تونس. في تونس انت تقرأ تخدم شغل ما عرفش كأنه ما يقلقكش، قول لنا قديش تدخل وإلا تقرب لنا قديش تاخذ فلوس في الشهر. 700 دينار. 700 دينار يكفيوك تعيش بهم عيشة كاملة معناتها شهر كامل؟ جملة والله بابا جملة. من وقت شوفوا ال 700 دينار تاخذهم منا مشيو على رواحهم، مش باش تاخذ بهم تبادري تشترينا ما سير. حبيب شو تعمل في الدنيا؟ والله خدام. نخدم مع الوالد، نعاون في الوالد شوية. وانت يا سي محمد؟ خدام. خدام ربي يعينكم. قداش شهريتك يا الحبيب؟ 750. 750 دينار. وانت محمد؟ 600. 600 به. هل هما كيفين باش تعيش عيشة محترمة في تونس وإلا لا؟ لا حتى طرف. انا هاني صغير ولن يعرس لن يخاطب لن شيء، 750 ما يعملوا لي شيء لي. انا حسب شهريتي قربت الزوز 2000 دينار. 2000 دينار. 2000 دينار. من واحد في العائله؟ اربعه من الناس. كيري. حسب معلوم الكريه والمدخول الشهري بين الكهرباء والماء ما تكفيش. 2000 دينار ما تكفيش. 2000 دينار شهريا ما تكفيش. كله ما حكيناش على مواطن ياخذ في 500-600 دينار. ما حكيناش على مواطن. قول لي هي تكفي وكهو معناتها وظهر تونس بها، خاطر هو خاطر من الاول وسيم قال لي ليه قول سليم قال لي عاود عمر ماهو نقول باهي تو نشكر. انت ايش ربحك تو كي نكذبوا على عباد؟ ماهوش انا ربحي، انا نخدم، انا ريتك نجيب انا قبيله تو قعدت نصور فوق ال 20 واحد. ما عنديش ولاد حومتي ماهوش يعرفوني. مش نفرح بيك هذاك الكل تو نحيه نفرح. سلي علي والله اقسم والله جاوك باهي والله خويا سلم عليك والله. ليه اسمع ليه اسمع شوف مش نغلط روحي انا مش باش تغلط روحك ما انت مش غلط العباد هذه الوظائف نتاع بلادنا هما في دول الخليج ما هوش يفهمونا معناها إيه احنا تاي نحكي لك على هذاك كلام هذاك كلام قبيل هذاك نسيه باش يتقص قصوه هو السيد يودي لحظه كذا عاش في تونس تو انا فسرت لك انا فهمتك ما فهمت تو نفرح بيكم نعملوا حويجه هكا نتاع تونس رخيصه 300 دينار لور لا مش تعيش ودرا شنو مش في حاجه لا اجي افسر لك انا كلامي قلته واضح وصريح حاجه اخرى مش مبدلها تراجع في كلامي رغم يا ولدي وحتى حد ما فيك بيك تراجع في كلامك هذا قبيله واعطيني ضريبه شوف ما قال ما نعطي لك 2 مينوت باش تقول لي راي تونس اسمع سامحني محمد علي سامحني اسمع محمد علي بجرب نعطيكم 150-50 المطلوب خلنا نعطيو ايماج راه والله العظيم يطردني عارفي قسما بالله ما نجمش راهو اشنو اجي افسر لك تيجي يا داري اسمع أبش أعطيك 250 دينار حطها في جيب كله في الأوف هذي كله ما شافنا حد نعاودو عايزة بحذي شو نقولوا اللي قلنا قبيلة صديقنا محمد علي هكا محمد علي مواطن تونسي واضح نعاودوها واضح لا نعاودوها نعاودوها راه ما فهم شيء لا مازال ما مسكرين الكاميرا ما مشي يصور شو 50 إذا مباشرة من قلب العاصمة التونسية قناة العزلة تي في موجودة مباشرة في قلب العاصمة التونسية. اليوم حبينا ناخذ رأي مواطن تونسي اللي هو يدعى محمد علي بحذانا اليوم باش نسألوه شنو رأيه في ظروف العيش في تونس، قداش لازمك شهرية في تونس باش تعيش، مانيش باش نحكي ولا حاجات الفوق الفوق لكن اللي لازم.
300 350 تعيش بي في زمان. 350 دينار معناها كيما نقولوا احنا الحم تاكل الحوت تاكل كل شيء. كيما نقولوا احنا معناتها 130 140 دولار. هكاك 500 ألف جاك بيت سلكها يا ودي، ناخذ 700 ونخبي فيه 200 كل شهر. ال 500 دينار هذوما فيش يمشيوا معناها؟ يمشيوا جاهم باهي ومورهم واضحه يا ولدي، تعرف وين تحط فلوسك جاك باهي. اليوم كان ناخذوا فكره على اسوام الديار في تونس، المنازل توا الساده المتفرجين، كان نحكيوا لهم على منطقه راقيه في تونس، نقولوا احنا حدائق قرطاج، الصاله مع زوز غرف نوم في تونس، قداش يتكلفوا في حدائق قرطاج؟ توصل 100 120. هذا اس بلس 2. تتقى حتى اكثر اس بلس 3. معناها 200 دولار. 200 دولار يعيشوا يعيشوا. الحمد لله. تتوفر تعيش حياة كريمة. بالنسبة لك أنت 700 دينار كيفاش معناها مقسمهم؟ تفضل منهم هل أنا عندي 100 دينار 150 دينار للكراء و100 دينار للمصاريف اليومية للخضرة والغلال. تاع شهر كامل. وشوية مغازة. كما نقولوا المغازات العامة، المغازات الكبرى. معناها قداش نقول واحد الشهر اللي ما فماش 50 دينار 150 دينار الشهر اللي تبيب هذيك، وعندي ال 150 دينار تبيب. يا بابا انت شنو تفكر على الدولة كل مرة تقص أنا يا بابا صور. ما نلوموش عليهم برشا، ما بدلوش رايهم كان على الفلوس، بدلوه محبة في سليم زيدا. أما شنو باش يكون موقفهم؟ أكيد داخل صديقنا من فريق التمثيل. شنو باش يعمل؟ الإجابة بعد الفاصل.